ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا. مرحبا بكم معنا في هذا اليوم الكبير 23 نوفمبر 2021 السابعة مساء بتوقيت الرياض، من أجل الثامنة مجدا في تاريخ الهلال على مستوى قارة آسيا، في اللحظة التي نشاهد فيها الإمبراطور وأكبر قائد في تاريخ الرياضة السعودية صالح النعيمة يتحدث إلى الكأس ويطلب ودها من أجل أن تكون هلالية للمرة الرابعة في تاريخ الزعيم، وأمام هذا الكم من المشجعين في حضور شرفي كبير في تواجد جانيني إيفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم والشيخ سلمان ضربة البداية مع الزعيمة الكبيرة يا ناصر في الزعيم، ناصر كرة بدري يا زعيم، الله يا ناصر، عالمي يا هلال، سالم على رأس هذه القائمة بالتأكيد، وبقية زملاء مثل بيريرا وغوميز وماريجا وسلمان، طويلة لوسط الملعب فيها مساحة عندك يا غوميز لماريجا، تمريرة والفرصة الثانية